نحن هنا بأحد أبرز الأماكن السياحية التي أصبحت تعرف إقبالاً. إنها كثبان مدينة عين الصفرة بولاية عامة التي يقصدها سكان المنطقة والسياح للاستمتاع بمناظرها وتسلق كثبانها. جيت من ولاية جيجل، جيت خصيصا لمدينة عين الصفرة باش نزور الأماكن الأثرية تاعها. مدينة هذه سمعت عليها بزاف، عندي صحابي يسكنوا هنا يمارسوا الرياضة الجبلية، عندهم جمعية سياحية متخصصة في مثل هذه الأمور. كونتاكتيتهم، دخلت معهم في اتصال وجيت أضيف عندهم اليوم. هذه كما قلنا راح نوثقوها إن شاء الله مستقبلا، اللي هي أعلى كثبة رملية في العالم، للعلو تاعها يتجاوز 1200 متر على فوق سطح البحر، اللي راها كل السياح اللي يجونا هنا الحمد لله راهم يجوا يزوروها. هاد الكثبة الرملية اللي صراحة طابلو طبيعي. كذلك عن السياحة الجبلية اللي الحمد لله مؤخرا راه لها ترويج كبير، راهم يجونا ضياف، يجونا من كل ولايات الوطن. بالرغم من الترويج للمنطقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي للنهوض بالسياحة الصحراوية بالمنطقة، إلى أنها تحتاج لاهتمام أكثر لتبلغ مكانتها التي تستحقها. ونتمنى إن شاء الله من السلطات المحلية في ولاية نعامة أنها تشوف فينا منها في مدينة العين الصفراء باش نحيو هذا الكنز اللي راه تواجد هنا في مدينة العين الصفراء. من واحد المرافق سواء من كاين نقص كبير في المرافق سواء في الفنادق ولا في نتمنى باش منطقة التوسع السياحي هنا بعين صفراء يليق لها العناية ويليق يليق يليق يدعمونا. إذا بوسك هذه المنطقة هذه معروفة أب عن جد، وكما كان يقول السيد قبيل قال لك المنطقة هذه عندنا الرمال طول من 18 كيلو حتى 24 كيلو والعرض نتاعها من 2 حتى 4. إعطاء جانب من الاهتمام بهذه الأماكن السياحية الصحراوية من شأنها أن يخلق حركية سياحية بمنطقة التوسع السياحي بالكثبان الرملية بعين الصفراء، غير أن افتقارها للمشاريع السياحية قد يرهن إقلاعها السياحي.